واضح ان الزمالك اعتاد على الخساره مؤخرا والبعد عن الصداره باريحيه. ايه يا ابراهيم الزمالك بقى فيه ده دلوقتي؟ يعني 6 نقاط ماتشين على التوالي، الزمالك بيتعرض للهزيمة التانية على التوالي من طلائع الجيش الجولة اللي فاتت قدام انبي، أداء غير مفهوم. يعني النهاردة الأداء اتحسن شوية من الزمالك، شفنا الزمالك بيمسك الكورة بيحاول على مرمى طلائع الجيش، بس أخطاء فردية وعدم تجانس بين المهاجمين بتوع الزمالك النهاردة قدام طلائع الجيش كلفتهم 3 نقاط جديدة بيخسروها في صراع الدوري. الفارق هيبقى 7 نقط لو الاهلي لعب مؤجلاته وكسب، وكمان بيراميدز لو تفوق في الماتش الجاي في الدوري هيعدي الزمالك، والزمالك هيتراجع للمركز الثالث، هيبقى الفرق بينه وبين بيراميدز نقطه. فالزمالك حط نفسه في ورطه كبيره بعد ما كانت الصداره معاه وباعد بفرق كبير جدا في عدد النقاط، دلوقتي بيتراجع يعني من غير سبب، يعني مش عارفين يعني ايه السبب التراجع المفاجئ ده في ماتش، يعني في ماتشات الزمالك قدام انبي وقدام طلائع الجيش، مش شايفين يعني ايه، يعني في سوء حظ من جانب الفرص اللي بتضيع من نادي الزمالك، في تغييرات غريبه من فيريرا في مدرب الزمالك، يعني مش قادر احط سبب رئيسي اللي حصل للزمالك، الدروب اللي حصل في الاداء وفي سلسله الانتصارات اللي كانت ماشيه مع فيريرا. ماتش تاني على التوالي خساره غريبه بصراحه. طب اخبار الروح اللي بين اللعيبه ايه؟ اخبار روح اللعيبه ان هي تقاتل في الملعب ايه؟ النهارده انا شفت ان في روح شويه، الزمالك بيحاول على المرمى لغايه اخر دقيقه، بيحاول ياخد يعني بيحاول على المرمى، بس الفرص بتاعته ما بتلاقيش لاي مهاجم او بتلاقيش حد من الوينجات زي سواء زيزو او اشرف بن شرقي لما نزل الشوط الثاني او في الشوط الاول عبد الله جمعه، برده ما شفناش الخطوره الكبيره. يعني النهارده محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش ما شفتش عليه تهديد كبير، يعني هي كره عمر السعيد في بدايه الشوط الثاني تهديد وانفراد وبيضيعها بطريقه غريبه. فالنهارده يعني انا شايف ان السبب الرئيسي لضياع النقط النهارده الخطا الفردي اللي حصل في كره الجون بتاع فيكتوري لاعب طلائع الجيش من محمد عبد الغني المدافع الزمالك، والاهدار الكم الفرص اللي جات للزمالك في الشوط الثاني بالذات بطريقه غريبه وبرعونه كبيره جدا من لعيبة الزمالك، مش عارفين ايه السبب لده. ما يعني مفروض ان يعني شفنا قدام انبي برضو حصل فرص ضايعة كتيرة جدا من لعيبة الزمالك مش قادرين يفنشوا، الماتش التاني على التوالي مش قادر تجيب اجوان، مرموك بتستقبل الهدف 3 اهداف، ففي مشكلة خلل في الدفاع مش قادر يتفاهم مع بعضه، كمان المهاجمين كمان مش قادرين ينسجموا مع بعض. يعني ويعني انا شايف ان زيزو برضو سبب من الاسباب، لان لما يعني احنا شفنا ان زيزو نص قوه الزمالك الهجوميه، فالنهارده لما زيزو يبقى بره عن ادائه بعيد عن ادائه مش قادر يساعد زمايله مش قادر يصنع الفارق زي ما حصل في الماتشات اللي فاتت، فده بيكلف الزمالك كتير جدا. شفنا زيزو النهارده متعصب جدا جدا، يعني حقيقه يعني اول مره اشوف زيزو بالعصبيه دي وباللي هو بي 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 بيضيع، هو بس بيضيع بس بيضيع. يعني مش زيزو ولا رجل زيزو ولا يعني ضربات زيزو على المرمى. صح. تفسر ده بايه يعني؟ مش قادر الاقي سبب، يعني مره واحده انت من احسن اللعيبه في الدوري الموسم ده، هداف الدوري، بتبحث عايز تبحث عن اهداف اكتر، عايز تعزز صدارتك للهدافين، مره واحده دروب غريب في المستوى، يعني ما فيش فينش التسديدات او العرضيات اللي انت كنت بتتألق بيها او معروف بيها مره واحده ما بقتش موجوده. كمان ده يعني بيرجع كمان لاداء الفريق ككل، يعني ممكن الفريق ككل كاداء يعني كاداء جماعي مش مساعد زيزو ان هو يلاقي نفسه، او مش لاقي المهاجم زي عمر السعيد او سيف الدين الجزيري لما ينزل، او مسانده من اوباما لما بيلعب كصانع العاب، مش ملاقي من اللعيبه دي اللعيب اللي يقدر يخلص له التمريرات. يعني هو بيلعب تمريرات كتيرة، بيحاول بيخترق من الجنب اليمين، بيخترق من العمق، بيحاول يغير مراكز مع أشرف بن شرقي في الشوط الثاني، بس ما بيلاقيش اللعيب اللي يقدر يساعده ان هو يعني يترجم الخطورة اللي هو بيهددها على المرمى المنافس، فده السبب. بيضيع منه كمان يعني كده، بيضيع بسهولة قوي منه هداف بالظبط هداف الدوري، فيمكن ده اللي حاطه تحت ستريس. طب عايز اسألك حاجة،
خسارة الزمالك لست نقاط في لقاءين أمام فرق مع كل احترامي هي متوسطة بالظبط وفي يعني المتناول، وأسماء اللي جوه الزمالك أكبر بكتير من الفرق اللي كان بيلعبها، مع بالزبط. احترامي للمدربين والفرق وكل حاجة، مين السبب في نزيف النقاط اللي عمال يروح من الزمالك ده؟ يعني أنا شايف إن السبب الرئيسي لفقدان النقاط النهاردة الفريق ككل كلاعبين أو جهاز فني. النهاردة الجهاز الفني يعني علامات استفهام، الماتش اللي فات ما شفناش أي أداء أو روح من اللعيبة، ده أولا. ثانيا كان برضو الماتش اللي فات شفنا فيريرا ما شفناش أي لمس يعني أي لمحات فنية من المدرب تجاه لعيبته. النهاردة برضو بنشوف النهاردة اللعيبة بتضغط بتحاول كتير. النهاردة اللعيبة كان ليها بالذات الخط الهجومي لنادي الزمالك النهاردة مش قادر يترجم الفرص، وكمان يعني اللي زود الأمر إن تغييرات فيريرا النهاردة كانت غريبة جدا. يعني ما فيش لعيب نزل النهاردة وقدم أداء كويس غير يعني يذكر حازم إمام بس. يعني النهاردة لما النهاردة طبعا ألف سلامة الكابتن حمزة المسلوسي، يعني النهاردة تعرض لإصابة واضح إن هي خطيرة جدا، لأن هو النهاردة وهو خارج كان مش قادر يمشي على رجله واتنقل للمستشفى بعد ما خرج من الملعب على طول على النقالة. فبنتمنى له السلامة ويرجع بسرعة لنادي الزمالك اللي هيبقى محتاج يبقى ليه بديل في الجبهة اليمنى، لأن النهاردة دلوقتي حازم إمام هو بقى الباقي خلاص هياخد مهام الظهير الأيمن لنادي الزمالك، مفيش بديل ليه بالظبط. فالنهارده الزمالك بيخسر يعني لو احنا عندنا انتقاد لمستوى المسلوسي شويه في الفتره الاخيره، فالنهارده هو حازم امام هياخد فرصته بس ملهوش البديل لو حصل اي شيء لا قدر الله. فزي ما قلنا مفيش النهارده بديل قدر يساعد الزمالك. النهارده تبديل غريب جدا بخروج محمد اشرف رؤى في وسط الملعب. النهارده فيريرا بيخرجه وينزل ايمن حفني اللي انا شايف ان هو اول مره ما يبقاش من اغرب التغيير بالظبط، ملوش بصمه خالص، تمريراته كلها ضعيفه ما بتوصلش للعيبه. يعني نازل كمان يعني سابه هو واوباما في نص كصناع العاب، ما شفناش حد بيساند مع امام عاشور اللي اتكف النهارده بوسط الملعب قدم اداء عمل كل حاجه بيهاجم بيدافع. فالنهارده فيريرا ضحى بوسط ملعبه، شفنا طبعا التضحيه دي هي اللي اثرت في الجون. يعني احنا شفنا النهارده الهدف هجمه مرتده احمد سمير اللي هدد يعني حذرنا منه احمد سمير قدام الزمالك على طول بيفوق بحاجه ثانيه بيساهم باهداف بصناعه. النهارده بيصنع هدف الفوز لطلاع الجيش بغلط فردي من محمد عبد الغني. فالنهارده بنشوف ان التغييرات دي كانت هي العامل المؤثر للزمالك ان هو يفقد النقاط. امتى هنشوف دفاع الزمالك بيدافع عن مرمى الزمالك؟ النهاردة الدفاع برضو هو اللي بيتكفل برضو للماتش التاني على التوالي. الزمالك بيتلقى أهداف بسبب أخطاء فردية من الدفاع. الماتش اللي فات شفنا إن دفاع الزمالك كان واقف بيتفرج مثلا على جون إيبوكا في الركلة الحرة، الهدف الأول كان جاي من ناحية حمزة المسلوسي. النهاردة بنشوف محمد عبد الغني مش قادر يسيطر، مفيش تفاهم ما بينه وبين الونش. برضو التغيير اللي حصل في قلب دفاع الزمالك النهارده بخروج محمود علاء، قلنا ان ممكن يبقى يعني متمنيين ان هو يبقى ايه اصلاح للدفاع بالظبط. يعني كنا متاملين ان احنا نشوف دفاع قوي اكتر صلابه، بس النهارده يعني ما فيش توفيق ما بينه وبين الونش، ما فيش تفاهم. قدر فيكتوري لاعب طلع الجيش يخطفه وقدر يفنش. هو دي الفرق ما بين الهجوم مهاجم عن مهاجم. النهارده شفنا فيكتوري النهارده اتيحت ليه الفرصه ان هو ينفرد بخط بمرمى الزمالك، قدر يهدع الكوره ويلم ويشوط ويسجل هدف، عكس عمر السعيد النهارده ما شفناش منه اي حاجه غير كره الانفراد بالظبط. قدامه فرص كتير بالاضافه للانفراد اللي ضيعه، فده اللي بيفرق مهاجم عن مهاجم. تقييمك لعواد النهارده؟ عواد النهارده قدم اداء كويس جدا، اثبت ان هو مستعد في اي لحظه ان هو يشارك. النهارده بيجي له امتحان مفاجئ على طول، يعني ما حدش كان
عارف ان هو هيبدا، فلما بدا النهارده بدل ابو جبل بعد اهتزاز مستواه في الفتره الاخيره، فشفنا ان عواد النهارده قدر يحمي مرماه من فرص كتيره جدا بالذات من احمد سمير في الشوط الاول. الغلطه يعني الهدف ما يتحملوش تماما، الدفاع هو اللي يتحمله. فانا شايف ان عواد لا، يعني انا شايف ان هو قدر ان يحافظ على نظافه مرماه طول المباراه بغض النظر عن الهدف يعني، وكمان أنقذ فرص كتيرة جدا. وأعتقد أن فيريرا هيخليه يكمل يعني هيستمر في حراسة مرمى الزمالك في الماتشات الجاية. هو يستاهل الحقيقة، لأن أول ما بتجيله الفرصة بيمسك فيها، وشفناه النهاردة حتى أداؤه كان يعني عامل إزاي، ثابت قادر بينط على الكور صح، بيتوقع اللي هيعمله المهاجمين والتسديدات، قادر يعمل ده على عكس أبو جبل اللي شفناه بيهتز بيطلع من مرمار مرة واحدة بدون أي سبب. فلا عواد النهارده تقييمه عالي جدا. الهدف طبعا سوء حظ ان الدفاع ما قدرش يسيطر عليه، بس انا اعتقد ان عواد النهارده قدم اداء كويس جدا. تشيد بمين في الزمالك؟ بشيد بامام عاشور. امام عاشور النهارده يعني شال خط النص كله لوحده، يعني غياب طارق حامد النهارده مؤثر جدا. يعني شفنا الماتش اللي فات كان غياب امام عاشور هو المؤثر، النهارده طارق حامد هو المؤثر على الخط الدفاعي بتاع الزمالك. بس امام عاشور النهارده بيأدي الدورين الهجومي الدفاعي، شفنا في اخر الماتش اخر 10 دقايق بالذات بعد ما طلع الجيش قدر ان هو يسجل هدف، شفنا امام عاشور بيرجع يدافع بيهاجم، قدم الدورين بشكل كويس جدا، واشوفه النهارده احسن لاعب في نادي الزمالك. تدي العلامه الكامله في طلاع الجيش للهجوم ولا للدفاع؟ الاثنين. يعني النهارده الهجوم ما كانش فيه تهديد غير في الشوط الاول، بعد كده الزمالك قدر ان هو يستحوذ على الكوره ويهاجم ويخلق فرص كتير، بس من اقل فرصه او الفرصه الوحيده اللي كانت فيها تهديد مباشر على المرمى قدروا يسجلوه. فطبعا دي حاجه مميزه جدا للخط الهجوم اللي يقدر يفنش على عكس هجوم نادي الزمالك، وبالذات كمان في يعني شفنا بعد ما سجلوا الهدف شفنا الدفع بمدافع خامس، فهو ده اللي كان طارق العشري كابتن او المدير الفني بتاع طلاع الجيش عايزه، عايز يخطف هدف وبعد كده يدافع يحافظ على مرماه، وده اللي قدر فيه الدفاع كله بشكل تام. قدروا يسيطروا على المهاجمين بتاع الزمالك. محمد بسام النهارده ما تعرضش لاي يعني كله سهل جدا، اي تسديده من بره او من جوه منطقه الجزاء كان بتوصل في ايده بسهوله جدا. فالنهارده لا، اداء ممتاز من لعيبه طلائع الجيش وكابتن طارق العشري. طارق العشري قدر يمشي الماتش زي ما هو عايز، قدر يهاجم في الوقت اللي هو عايز يسجل هدف امتى، وعارف يقفل الدفاع امتى، وسيطر على المباراه وقدر يمنع الزمالك من اي فرصه محققه. مبروك عليهم الثلاث نقاط بالزبط. مبروك عليهم التقدم للمركز السابع، يعني وصلوا النهارده للمركز السابع، يعني مبروك عليهم الحقيقه يستاهلوا. يعني اخبار التحكيم ايه النهارده؟ النهارده لا، التحكيم انا شايف ان النهارده الحكم محمد حنفي ادار المباراه بشكل كويس جدا، كان في شويه اللقطات مشدات ما بين اللعيبه قدر يسيطر عليها، قدر يعني يدي كروت صفراء للعيبه اللي بيحصل من بينهم اشتباكات في كور كان فيها شك ان هي تبقى هاند بول من جوه منطقه الجزاء. لا، قدر مع تقنيه الفار طبعا ان هو يمشي الامور زي ما هو عايز، سيطر على الفرقتين، احتسب كل قراراته بشكل سليم. انا شايف ان مفيش ولا قرار من اللي اتخذه محمد الحنفي النهارده كان خاطئ خالص. طيب هل اللي بيحصل للزمالك ده فريرة لا يسأل عنه لان هو ما عندوش لا يعني لا فريق اول ولا عنده دكه؟ هو يعني برضو هو برضو يعني مش قادر اقول ان هو مع يعني هو كمدرب ما عندوش اي حلول، هو كمدرب انت بتخلق اي حلول. اسال يعني مين اللي يسال على اللي بيحصل دلوقتي في الزمالك؟ اللي يسال الطرفين. يعني انا شايف ان اللعيبه برضو يعني عليها حمل من السبب النتائج في الفتره الاخيره والهزائم المتتاليه، والمدرب برضو يعني، بس يعني فيريرا بيلعب على قد المتواجد عنده، يعني بيحاول يخلق، بيشوف على قد موجود طبعا شايفين
نادي الزمالك مش قادر يعمل صفقات، ما عندوش اللعيبة، في بعض المراكز عنده نقص، في لعيبة اصلا فيريرا مش مقتنع بيها بس بيضطر ان هو يدفع بيها، زي النهاردة محمد أونجم نازل ما قداش اي او هو ما قداش بالظبط، يقول استبعاد فني بيصرف. الإدارة دلوقتي لو يعني هل مجلس الإدارة ليه دور دلوقتي ولا خلاص يعني؟ لا طبعا لازم إدارة نادي الزمالك ان بعد الهزمتين المتتاليتين لازم يبقى ليهم دور، لازم يبقى في وقفه قدام الفريق والجهاز الفني، لازم يبقى في جلسات مع الطرفين، لازم يعرفوا ايه السبب التراجع في الاداء المفاجئ ده بعد يعني مسيره كانت كلها انتصارات واداء كويس واللعيبه بتتالق، لازم يبقى في جلسات مع اللعيبه، لازم يتكلموا معاهم، لو وصل الامر ان يبقى في عقوبات لازم يبقى في تدخل من الجهاز الفني ان هو يبدا من فريق الامل اللي عند الزمالك يبدا يطلع لعيبه، لازم يشاركهم في المراكز اللي ناقصه عند نادي الزمالك بالذات في خط النص، لازم يشوفوا في حلول عشان اللعيبه يعني لو تراخت شويه يعني او بعدت عن مستواها لازم يبقى في بديل ليهم يعني من نادي الزمالك ذات نفسه. واعتقد ان لما الفريق هيستعين بالشباب بتاع او الشباب بتوعه هيقدموا اكتر من اللعيبه الموجوده دلوقتي، يعني الامل في فريق الامل بالظبط، هو ده اللي نقدر نقوله يعني بالظبط. لكن كلعيبه فريق اول للزمالك لازم يراجعوا نفسهم بشكل كبير. انتوا فين بالزمالك يا جماعه؟ انتوا يعني لابسين تيشرت الزمالك يعني المارد الابيض، انتوا فين بقى من الكلام ده؟ فين الروح؟ فين القتاليه؟ مش هنقعد نقولها كل لايف، مش هنقعد نقولها كل ماتش، مش هنقعد نقولها كل، مش معقوله. انتوا المفروض وراكم حاجه تعملوها، ان انتوا دلوقتي مركزين على الدوري، احنا عندنا الماتش الجاي ماتش الكاس بالظبط قدام اسوان، تكون او لا تكون ده بقى مش دوري، فهنقعد نلعب ده هنوصل النهائي على طول. وبعدين يعني الزمالك كان بيستميت ان هو يلعب البطوله اللي فاتت دي بتاعت الكاس، فمش معقوله الزمالك يدخل يلعب البطوله بتاعت الكاس ويخسرها طبعا. يعني ما ينفعش ابقى خسران بقى دوري ابطال افريقيا ودوري وكاس وكله، فبالتالي اعتقد حان الوقت بقى ان اللعيبه لازم تفوق، لازم اللعيبه بتاعت الزمالك تفوق وتراجع نفسها، لازم يشوفوا ايه سبب التراجع، لازم يقعدوا مع نفسهم كلعيبه ذات نفسهم، لازم يصلحوا الاخطاء. شفنا يعني الدفاع بالذات لازم يتكلموا مع بعض بشكل كبير جدا، الخط الهجوم لازم نتدرب اكتر على الفينش، لازم نشوف انهاء هجمات، لان المعاناه اللي بيعاني منها الزمالك في الفتره الاخيره او في الماتشين الاخرانيين ان مفيش لاعب من خط الهجوم المكون من 3 او 4 لعيبه بيلعبوا في خط الهجوم بشكل كامل مش قادرين يشوفوا حلول او ما بيعرفوش يعني يفنشوا الكوره خالص. ويتمثل بوجود عواد في حراسه المرمى، في حراسه المرمى طبعا. وعايزين نهني طلاع الجيش، حقيقه فوز مستحق، انتوا كنتوا مرتبين وكنتوا منظمين وكنتوا بتقاتلوا لحد اخر وقت، عرفتوا امتى يعني تحرزوا الهدف الصح وعرفتوا ان انتوا تحافظوا عليه صح، وتستاهلوا الثلاث نقاط وتستاهلوا التقدم في المراكز، ومبروك للفايز. يعني الحقيقه اللي يلعب كويس هو اللي يستاهل، اللي يلعب كره صح هو اللي يستاهل، فاحنا بنبارك لطلائع الجيش، بنبارك لهم طبعا وبنهنيهم على الثلاث نقط المهمين جدا كانوا يستحقوها بعد اداء كويس، سيطره على الماتش يعني هم كانوا سايبين الاستحواذ للزمالك بمزاجهم، كانوا بيدافعوا ولكن لما بيحبوا يهاجموا بيقدروا يهاجموا قدروا يخطفوا الجون. فلا النهارده اداء كويس جدا من طلائع الجيش، صعدوا نطوا في جدول الترتيب ثلاث او مركزين او ثلاثه، فلا مبروك عليهم ومبروك لكابتن طارق العشر، يستاهلوا. ونتمنى ان لعيبه الزمالك تفوق ونشوف نتائج مختلفه ونشوف الزمالك بيلعب بشكل مختلف وبروح مختلفه. بشكرك ابراهيم على وجودك النهارده، بشكر حضراتكم على متابعتنا ونلتقيكم ان شاء الله في مباراه قادمه. شكرا ليكم.